في ناس يوم القيامة بتصير حسناتهم بس لحظة ودنا الجميع يشوف بالله يعلق لين تنزل الشاشة ثم نحدد ويرسل. أخاف تصير داهية لازم يشوفون هالمقطع. ها علقت على الشاشة؟ إيه. بتصير حسناتهم هباء منثورة كذا قدام. يا حسرة قلبي يا ويل قلبي. الحسنات بيح ماح راحت كلها ما عاد بقى حسنات. مجمعن الصلوات مجمعن الزكوات مجمعن الصيام والصدقات وقيام الليل. ليه راحت كل هذه ليش؟ تدري؟ لأن إذا جلس مع جواله الحالة ولا في الاستراحة اللمة والخمة ها؟ بالله علقوا على الشاشة بهم يسمعون كل اللي عنده جوالات واللي عنده استراحة. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في حديث ثوبان يقول عليه الصلاة والسلام لا يعلمن أقوام يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. لحظة أنا ما مثل حسنات ترى بهذه لكن من باب شرح الحديث فقط. يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان لحظة يا رسول الله صفهم لنا إيش قومهم ذول إيش عندهم ليش راحت كل هالأعمال هباء منثورا إيش المشكلة مصيبة والله. قال ألا إنهم من إخوانكم من بني جلدتكم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهم. يا الله لجلس على جواله مضيف فلانه وعلانه ولا الروابط تويتر ولا بلاك بيري ولا من يعرف إيش ولا بالاستراحة على الخمة واللمة ولا السفرية. راحت الحسنات هباء منثورة. إما خلى بمحارم الله وانتهكها ذنوب الخفايا ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات ولا حسناته عند غيره يأخذونها. جبت قايم يصلي ولا يتصدق 100,000 في الأخير يأخذها فلان وعلم غيبة ونميمة وسب وشتم ولا عمل في شرك ورياء. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما هو بخالص عمله لله. آه المصيبة دي. تدرون ليش الواحد يقع في ذنوب الخلوات؟ تدرون ليش؟ لأنه فاضي فاضي من دنياه وفاضي من دينه ما عنده شيء. لو الموت ترى خربان وجالس يزينه كان ما اشتغل في ذنوب الخلوات واشتغل في نفسه دمر نفسه بنفسه. ولو انه راح يجيب غاز ولا يشتري له ذبيحه كان ما اشتغل فيها. لكنه بعافيه في دينه وفي دنياه وفاضي ما عنده شيء. فاضي لا من دين ولا من دنيا فطاح بالمعاصي. ولا لو انك منوم في مستشفى ومريض ما فيك عافيه ما فيك حيل كان ما ارتكب ذنوب الخلوات كان عرفت قدر النعم كان منشغل بنفسك بآلامك بأوجاعك بتعبك بالهم اللي انت عايشه. تبي العافيه بس تبي الخلاص لكنها العافيه والفراق. حبيبي شوف السيب هذا اللي فيه كله غرف ناس تئن هذا يئن هذا يئن هذا يئن هذا يصيح هذا يبي العافيه اللي انت فيها الان. تكفى العافيه اللي انت فيها ترى ممكن تسلب منك بلحظه بسبب ذنب. انتبه نفسك ترى معصية الخفا تراها ذل وقهر وضيقة صدر ويدل لما انك طلعت من عند الناس انا اللي كنت بسوي كذا انا اللي كنت كذا. لا تقهر نفسك فلا تذل نفسك خلص نفسك. لا واذا في احد يعينك على هالمعصية حقدت عليه ونقدت عليه نقد. صارت معصيتك تضيق صدرك خلاص تخلص منها افتك يا اخوي ايش لك في المشاكل والمصايب والغثاء. لا المصيبة إذا كان واحد يقع في معصية بعد معصية بعد معصية بعد معصية عادي عايش في السنبتيك رايح في خرايط أمها قلبه. لازم تشتغل على نفسك ترى هنا حسنات كل بيروح التعب إيش عاد بقى. هاي صح الحين لحظة خلاص أوقف عن هذه جوالي يعني على المعصية لا تسمع الحالي أشغل نفسي بالطاعة نفع نفسي نفع متعدي نفع الناس أخطب صحبة صالحة أكثر من الدعاء أن الله يخلصك أكثر من العبادة. هذه حلول ترى الحين نقولها لكن لازم يكون عندك أنت هم أنك تتركها قبل هذه كلها. يوم القيامة حسناتك هباء منثورة. الصلوات قيام الليل راح تشوفه قدامك والصدقة اللي كنت متردد في إخراجها ثم أخرجتها راحت. حر قلبي حر حر بالنبي محماس إيش يصلح الكلام إيش يصلح الندم يا ليتني يا ليتني ما تصلح. الحين وقف يا أبوي تكفى يا شيخ. في الحمادي بعض الناس يلا يتنفس يلا يلا يسحب لها ولا على الاكسجين شاقين لهنا بعضهم حاطين له ماسورة يتنفس منها. اي والله شفت النفس حقك اللي تستخدمه وقت المعصية تشاخرها وقت المعصية ولا مستأسن عليها. ترى هنا ناس يتمنون في الحمادي للحين ما زلت والله تكفى شيخ. بروعك يا اخوي كم نزلت سنابه. بعض الناس الحين قلبه قاسي قلبه ميت عوذ بالله صح صح.
يقنوا وياكم التوب النصوح يا أخوان، يعفو عنا وعنكم ذنوبنا وخلواتنا، يغفر لنا ذنوب لا يعلم أحد سواه، الله يزينكم التوب النصوح، التوبة التوبة الذي ينطعمها.